السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه، قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم حبيت نرجع لمقابله الاخيره لمان سيتي ضد النورويتش سيتي اللي ما لعبش فيها النجم الجزائري رياض محرز الا ربع ساعه الاخيره ان صح التعبير. كالعاده انا رايي عطيته مش غنزيد نبقى ندور في كلمتي. قلنا لكم يا خوتي غوارديولا هذه العقليه، محرز ضحيه الجنسيه نتاعو والقاره نتاعو، هذا كلام واضح. المقابلات اللي لعبها محرز اساسي دائما مان سيتي تربح ما عدا مقابله واحده وواحده، اما باقي المقابلات وين ما يكون احتياطي مان سيتي تتعادل، واليوم بالامس خسرت مع النورويش سيتي فضيحه اخرى بسبب الفلسفة الزائدة والعنصرية لغوارديولا. أحسن حل لرياض محرز هو الرحيل ثم الرحيل ثم الرحيل في الميركاتو الشتوي، لا يوجد حل آخر. نرجع لموضوعنا، موضوعنا سيزتي مازال باقي في السياسة نتاعو بعد تبهدلة ولا الفضيحة اللي صرات مع المنتخب الأولمبي منتخب بارادو. احنا قلنا من المفروض زاتشي يراجع حساباته ويعاود يرجع للطريق الصحيح ويفكر باللي المنتخب الوطني ولا الجزائر ملك للجميع، وكل المنتخبات الوطنية يسالوا فيها جزائريين، ومن حق أي جزائري يشارك في المنتخب الوطني سواء من البطولة الجزائرية سواء خارج الجزائر. المنتخب الوطني ملك للجميع، احنا هذا المبدأ اللي قلنا من المفروض زاتشي بعد الفضيحة اللي صرات نتاع منتخب الاولمبي قلنا من المفروض يرجع للعقل نتاعو. لكن السيد زاتشي مازال كيما راه ومازال يمشي في الراي نتاعو، طلع لي جوار نتاع الباك في المنتخبات الوطنيه يولوا ستاتي انترناسيونال يولوا لاعبين دوليين باش تزيد السومه نتاعهم ونبيعهم، طلع وبيع طلع وبيع. هذه سياسه زاتشي بالفعل. المنتخب الوطني لاقل من 20 سنه عنده تربص، وجدوا له القائمة، القائمة هذه فيها 10 لاعبين من بارادو، يعني في الصيف ما كانش، في قسنطينة ما كانش، في جمعية وهران ما كانش، في مولودية وهران ما كانش، في الثورة ما كانش، في اتحاد بسكرة ما كانش. علاه؟ علاه؟ اللي قلناها قلنا خلاص، بركات من العنصرية، بركات من الجهوية، بركات فيها ألف بركة، صاي يكفي عنصرية يكفي جهوية يكفي عنصرية ويكفي جهوية. من المفروض درس اللي ديتوه مع المنتخب الأولمبي ما زيدوش تعاودوه. نحكي على الجامعة مش غير زاتشي، زاتشي وحبابه وجماعته، خلاص صاي. منتخب أقل من 20 سنة، منتخب أقل من 23 سنة، المنتخب الاولمبي اللي تقصع مع غانا من المفروض يكون درس صفعه، درس وصفعه. بركات عندك لي جوار نتاعك، طلعتهم ليكيب ناسيونال، بعتهم، دخلت ملاير فيها بركه، اشبع شويه فيها بركه خلاص. يعني يا زاتشي ما تشبعش، تبيع 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 وما يهمكش ليكيب ناسيونال، عادي نتبادلوا نتفضحوا نورمال. بعت بوداوي دخلت اموال، بعت لوصيف ولا اسمه دخلت اموال، بعت نعيشي نقولوا نعيشي اعاره مبلغ رمزي، معليش هذا من الزوج يكفوك، لوصيف وبوداوي يكفوك. عطال رغم انه ولد الجياس كاك تستفيد من الاموال، من 70 كيف كيف راك تستفيد من الاموال. بلا ما نحكيو على اللاعبين اللي تبيع فيهم في البطوله بملاير، لاعب ما يديرش دو باس تبيعو انت بملاير خطره بطوله واد كنيس، لاقي الرؤساء يشرو برك، اشري اشري برك. هاو جاي من بارادو، جاي من البرصة، كي تقول بارادو معناها البرصة ولا ماسيا، اشري برك. دو باس ما يعرفش يديرها، اشري برك اشري. لاقي المغفلين، خطره يا زاتشي بين قوسين لاقي المغفلين، بعض الرؤساء المغفلين واغبياء هم يمشوا معاك في الطرح، بيع له برك عادي، بيع بيع برك، مهم ليسونسيال دخل ملاير برك. احنا قلنا بعد مقابلة المنتخب الأولمبي مع غانا المفروض زاتشي يرجع لعقله، يرجع لعقله ويرجع للطريق الصحيح. بصح انت زاتشي ما حبيتش تفهم باللي الجزائر راهي ملك للجميع، الجزائر ملك للجميع،
والمنتخب الوطني ملك للجميع، مش ملكك انتيا، مش ملكية شخصية تاعكم. الجزائر ملك للجميع، والمنتخب الوطني كل نسالوا فيه، أكل من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، وخارج الجزائر ثاني، وأبناء الجزائرية الجزائرية في المحشر كل نسالوا فيه. منتخب تاعنا والجزائر للجميع، ماهيش للبارادو. الجزائر ماهيش للبارادو، الجزائر ماهيش للعائلات زاتشي، الجزائر ماهيش لنادي زاتشي وجماعة زاتشي وحباب زاتشي، لا، الجزائر للجميع. معليش تجيب لاعب من بارادو، ما كان حتى مشكل، بصح يكونوا سواسية. إذا تظن باللي عندك بارادو لاعبين كما عندك لاعبين تاع بارادو راهم مستوى لاعبين البرسا، كاين في الجزائر ولاد محقورين في الجزائر، ما نحكيش على أوروبا، نحكي في الجزائر، جزائريين ومحقورين. كاين جزائريين يلعبوا هنا في الجزائر وراحوا احترفوا في أوروبا وما لعبوش في بارادو، وما لعبوش في بارادو. كاين جزائريين راهم في لاماسيا، أنا عم تاع إسبانيا تاع برشلونة، أبناء الجنوب راهم في إسبانيا وفي برشلونة وما لعبوش في بارادو، وما ضخمتهمش الصحافة الجزائرية للأسف. إذن عيب، عيب. الجزائر قلتها ونعاودها ملك للجميع، ما هيش ملك البارادو ولا ملك الزوتشي. والله العظيم غير يعني شيء عيب. جهوية 2019، العنصرية 2019، اللي جاي من الهي مش جزائري، جزائريين إلا جماعة بارادو. وراكم رايحين بها العقلية هذه، وراكم رايحين بها العقلية هذه، اللي يلعبونا جزائريين اللي في سطيف وفي عنابة وفي وهران وفي بشار وفي بسكرة وفي قسنطينة، ما هم الجزائريين. والجزائريين اللي عايشين في أوروبا وفي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، ما هم الجزائريين. شكون الجزائريين؟ بارادو. شكون اللي عندهم الروح الوطنية؟ بارادو. شكون اللي قلبهم جزائري؟ بارادو. أما باقي الشعب ما هو الجزائري، أما باقي الأندية ما هي الجزائرية، أما باقي الجزائريين اللي في أوروبا اللي عندهم مستويات عالية ما هم جزائريين. ومن بعدها تسمع بعض الصحافة ولا بعض الشياطين يقول لك زاتشي جاب كوب دافريك. هل أساسه شي جاب كوب دافريك؟ هل أساسه شي؟ كون جاب كوب دافريك بألكاراز كنت صفق له، نقول له برافو زاتشي، كون جبت كوب دافريك بألكاراز، كون جبت كوب دافريك بماجر ندير لك عرس، مش نصفق لك برك، كون جبت كوب دافريك بماجر وبجماعة ماجر ندير لك عرس، قال سواح نديرها زردة. كون جبت كوب دافريك بماجر ندير لك زردة، ما نزيدش نتكلم. درت ديت كوب دافريك بأونترينار ماكش حابو، بأونترينار ماكش باغيه، بأونترينار ما خيرتوش انت، من بعد يقول لك جابك كوب دافريك. انا شفنا العرض، شفنا العرض. المنتخب المحلي تبادر مع ليبيا، مع ليبيا، مع ليبيا قصاتو اللي في الحرب. المنتخبات الوطنية ما نحكيش، الإيكانس الإيديسات، بطولة الألعاب الإفريقية، الجزائر ما داتش ميدالية، جت المرتبة الخامسة في الجزائر، الألعاب الإفريقية في الجزائر وفيها خمس فرق ولا ستة، دات ما قبل الأخيرة في الجزائر، الألعاب الإفريقية في الجزائر ميدالية برونزية ما داتهاش. المنتخب تاع بارادو تقصى مع غانا، وبلا ما نحكي المنتخبات الاخرى الايفان ديسات، والمنتخب المحلي يلعب مع المغرب، رايحين يدوا طريحه اخرى، طريحه وتبهدله جديده. صح واحد ما يهدر اللي تغير، يشوفوا في المنكر، شوفوا في المنكر قدامهم، صح واحد ما يتكلم. شوف فابيا، شوف فابيا، شوف فابيا، روعه روعه. كي تجيب ايكيب كل ليكيب ناسيونال كامل بارات، روعه. كي تمارس العنصريه والجهويه، روعه. شوف فابيا، ناس طورت وهربت، ناس هربت طورت خلاص، مجتمعات ما عادش تفرق بين مسلم ومسيحي ويهودي، كل كيف كيف. المسلم عنده قيمته وعنده حق وعنده حقوق وواجبات. احنا دركا جزائريين في بعضنا ناكلوا بعضنا،
جزائري يكون نسيب يقتل الجزائري. يكيب كل بارادو على ما كانش جزائريين، على الجزائريين ممنوعين، حرام عني باش يلعبوا في ليكيب ناسيونال. لا حياة لمن تنادي مع من تحكم. الله يهدينا، ان شاء الله تتغير الاحوال. دائما نقولوا ان شاء الله تتغير الاحوال، ان شاء الله تتغير هذه العقليات والذهنيات. رانا في 2019 ورانا داخلين 2020 ومازالت ناس في الاتحادية يعملوا ويخدموا بطريقة عنصرية وجهوية. رانا كل ولاد الجزائر وكل نسالوا في المنتخب الوطني. والجزائر يا سي زرشي ملك للجميع، ماشي ملكك ولا ملك نادي بارادو نتاعك ولا حديث قياس. فالأخير ختم ملاقاتنا مع مزمرة فيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.